رؤيتك للطرف التاني كانت عاملة ازاي؟ كنت شايفاه مذنب ولا ضحية ولا غضبانة، ولا كان رؤيتك للطرف التاني ايه؟ انا رؤيتي للطرف التاني كانت فيها صورة غضب شديد جدا من للام والاب مش للولد. يعني الاب والام، لان برضو في حركات استفزازية كده انتي لقيتيها في الموقف ده. يعني لما يحصل الحادثة وانا ما كنتش لسه اعرف ايه اللي حصل في الحادثة، ولا الولد ده بيعمل ايه، ولا طبيعته ايه، ولا كلامه، ولا سلوكه ايه، انا ما اعرفش. عرفت انها حادثة عادية في الاول خالص. لما الاب والام جم المستشفى هما ما قابلونيش خالص لحد دلوقتي، بس لما جم يقابلوا حد في المستشفى من قرايبي وباباه، وقعدوا يكلموا باباه وكده، كان في فكره ايه، هو الاستهتار عنوان كبير في حياتهم. يعني دخلوا بشوكولاته وعايزين يخلصوا الموضوع بسرعه، وما كانوش عارفين، كانوا عارفين ان الولد عايزين بابا يتنازل بسرعه عن المحضر اللي كان موجود بقى عن طريق امين الشرطه اللي جه في البدايات خالص. فحتى بابا قال انا مش هتكلم في اي حاجه غير لما اطمن على ابني، لان احنا ما كناش نعرف يوسف لسه هيعمل ايه. فلما حصل يوم ورا التاني واكتشفنا بقى الولد وسلوكه وتصرفاته، وعرفت ازاي عن طريق الشهود اللي طبعا ربنا حطهم قدامي، ان ازاي الولد كان قصده يخبط يوسف، والدنيا كانت ماشيه سريعه فعلا، والكلام ده كان كله كان بيخوفه وفلت منه الموضوع. متعود بقى، هو متعود يخوف الناس في الشارع. فيعني ما تواصلوش معاكي بعد كده خالص؟ لا، هما حاليا ما بصي هو ما تواصلش معايا انا كردوه خالص. هما جم حاولوا محاوله الصلح بعد ما حصل الحادثه على طول، جابوا شوكولاته وبعد كده جابوا شوكولاته هما ولا الولد. وطلبوا ان هم في يوسف في الغيبوبه. انا عرفت يعني عن طريق اصدقائي ان هم كانوا عايزين يزوروا يوسف، انا رفضت. انا رفضت لان انا ما كنتش عايزه اشوفهم ولا اشوف ابنهم. يعني اي ام في الوضع ده، انا كنت قاعده جنبي. كانت المرحله الاولى غضب، وبعد كده قررت ان لو مامتك وباباك ما عرفوش يربوك، لا، المجتمع والناس وانا وربنا احنا ممكن نعلمك انت ومامتك وباباك ايه هي التربيه. بس ان انت تخاف على ارواح الناس. يعني في مثل شعبي كده يقول يتعرض ليه يوسف يتعرض ليه حد تاني. لا، انا استهتار شخص. بصي انا حسيت ان ده واجبي بقى. يعني انا دوري واجبي احمي ولادي. انا بحمي ولادي بالطريقه دي، طريقه مشروعه. القانون والاب والام برضو يتعلموا. يعني مش الولد، الولد طفل وهيدخل القانون. بصي انا دايما، اصل الولد كان ممكن يموت. طب انا هقول لك على حاجه، انا يوسف يعني يمكن يعني يوسف بعد الحادثه دي ولما حكى لي وكده، اول كلمه قالها الولد ده يا ماما هيموت موته وحشه قوي. لقيته بيقول لي كده، لان يعني طفل متوقع ان الطفل اللي زيه بالطريقه دي هيحصل له كده. يعني فالاول اهله يخافوا عليه اكتر. يعني انا الولد ده ممكن يموت برضو زي 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 اي حد في طريقته. الولد يعني كمان كان ضحيه تعتقدي، وانه كان ممكن يبقى ضحيه وكمان يفقد حياته. لانه بصي احنا اولادنا، خليني اقول لك، يعني احنا المسؤولين عنهم. ودايما يعني الاب والام اللي بيستهتروا بروح ولادهم، ولادهم طبيعي مش هيهمهم ارواح الناس. طبيعي.